ولذلك يجربها كل انسان. احبب النعمة عند سواك فستجد نعمة الكل في خدمتك، تجي لك النعمة كده تخدمك كده، لانك احببتها عند مين؟ عند غيرك. وايضا فان النعمة ليست كل نعمة وليد كد ودهر، قد تكون مجرد فضل من الله يفضل به بعض خلقه، فحين تكرهها انت عند المنعم عليه تكون قد اعترضت على قدر الله في النعمة. وحين تعترض على قدر الله في النعمة يقول الحق لك سأصوب اعتراضك ولا اجعلك تنتفع منها بشيء. فإن رأيت قريبا حبس نعمته عن أقاربه فاعلم أنهم يكرهون النعمة عنده، ولو أحبوها لساعت النعمة إليه. إذن القرآن والمنهج الإلهي يريد أن يجعل من الناس كتلة متكافلة متكاملة، بحيث إذا رأيت النعمة عندك وأمنت منها أحببتها عندك، حين أحبها يجيء لي العطاء من هذه النعمة إلى نفسي، فلا تجد فارقا بين واجد ومعدم إلا في مجتمع لا يؤدي حكم الله في شيء. حين يضطر كل ده قلناه ليه؟ لأن حين يضطر الإنسان إلى الربا ليه؟ لأنه لم يجد من يقرضه قرضا حسنا، ولم يجد من يؤدي فرض الله له ليسع حاجته، فماذا يضطر انه ياخد بالربا؟ الله، وما دام هياخد بالربا يبقى المجتمع كله هيدخل في حرب، حرب مع من؟ مع الله. والذي يدخل في حرب مع الله ألأحد جلد ان يدخل في حرب مع الله؟ مش ممكن. ويدخل في حرب مع رسول الله، وفعلا فعل رسول الله ذلك، وجاء لابناء المغيرة الذي كان لهم دين ربوي على جماعة سقيف في الطائف، وبعد ذلك وضع الدين وقال واول ما اضع من الربا ربا عمي بالعب، مش كده؟ اول حكم طبقوا على عمه. تلك سنة التشريع السماوي، التشريع البشري يحمي قرايبه من التقليد، انما التشريع السماوي اول ما يفرض عليهم. كان سيدنا عمر بن الخطاب ساعة يريد ان يعمل شيئا من التخنينات يجمع اهله واقاربه ويقول ساقوم بعمل كذا وكذا وكذا وكذا، فوالذي نفسي بيده من خالفني الى شيء من هذا لاجعلنه نكالا للمسلمين، ويعلنها امام الناس. ليه يعلنها؟ لان كثيرا من الناس يجاملون اولياء الامور، ويمكن اولياء الامور ما يدروش، يدخل عليه كده انه ابن مش عارف مين وابن مين، فبالرعب كده يضلوا حقه، ويمكن ولي الامر غلبان ما يعرفش. لكن حين يعلن انه لا شيء ابدا الا ما كنن للجميع، وتقنيني سائر على نفسي وعلى اهلي، فمن استغل اسما لي او صنع شيئا يبقى اتبع على من فعل له ولا يعني. الامور تستقيم، مش ما نعرفهاش الا بعد ما ينتهم نعرف كل حاجة، وده عمل وده عمل وده. امال كنتوا فين يا امتى؟ اين كنتم؟ يبقى اذا دي لازم الحاكم يعلنها ان الحكم عليه اولا وعلى من يعود، ذلك رسول الله، واول ربا اضعه من ربا الجاهلية ربا عم العباس في معركة بدر. اخرج مين؟ اخرج اهل بيته عشان يحاربوا، لان لما يخرج الاباعد يقول لك ده بيحمي مين؟ ده لو كان صحيح الشهاده دي زي هو ما بيقول كان قدم احبابه، لا هو قدمه لان هو عارف ان الشهاده دي وبده قصر عليهم امد حركه الحياه ومتاعب الحياه ويدخلهم الجنه على طول، يبقى بيحبهم ولا لا؟ تلك هي المحاباه، المحاباه دائما تكون في الباقي ولا تكون محاباه الحمقى في الفاني. حين يعلمنا الرسول ذلك ويضرب على ايدي المرابين، تلك هي الحرب، تلك هي الحرب الذي يجب ان تكون الحرب من المالك ان يحارب، انما الضعاف اللي ما يقدروش
يمكن ما يقدرش يحاربه. ولذلك يجب ان تتنبه الدولة الى مثل هذه الامور. فاذا ما تنبهت الدولة الى مثل هذه الامور وقننت تقنين الله اسلاميا، وبعد ذلك لم تتسع الزكاة المفروضة الى ما يقوم بأود المحتاجين، يبقى يفرض كما يشاء. الحق سبحانه وتعالى بعد ان وضح الامر عقيدة في الله لا اله الا هو الحي القيوم وتقنينا للعقيدة في لا اكراه في الدين وحماية للعقيدة من المؤمنين الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، وبعد ان تكلم عن حماية حركة الاقتصاد في الانفاق اولا في سبيل الله والانفاق في سبيل الايه المحتاجين، قال بعد ذلك لله ما في السماوات وما في الارض، كأنه بعد ان حنن خلقه يريد ان يقول انا بحننكم على اخوانكم الضعفاء، لكن ده اصلا ليا اللي في السماء واللي في الارض، ومدام ليا اللي في السماء واللي في الارض اقدر انقل المسألة منكم اليهم، مسألة سهلة، والاغيار اللي انتم بتشوفوها في الكون دي شاهد على ذلك، ما رأناش واحد ما تجيلوش الاغيار، مدام بتجيلوا الاغيار يبقى اعلم ان الله يريد من خلقه ان يتعاطف، يريد من خلقه ان يتكاملوا، يريد من خلقه ان يتعاونوا. وبعد ذلك يقول المسألة انا ما بقولكوش لان الامر خرج من يدي، انا لي ما في السماوات وما في الارض، استطيع ان اجعل المسألة دولا بيننا. ولذلك الذين يصلون الى المرتبة العالية في الغنى او في اي شيء يقول له احذر حين تتم، احذر حين تتم، ليه؟ كلام منطقي، لانها ان تمت لك علوا وغنى وعافية واولادا انت من الاغيار ولا مش من الاغيار؟ انت من الاغيار، ومدام تمت الى النهاية وانت من الاغيار تتغير لايه؟ لازم تتغير للاقل. واحد صعد القمة وهو متغير لازم حينزل، ما يبقى ايه يعني كده ضروري ينزل، يقوم ترقب زوالا اذا قيل ايه تم. ولذلك المرأة العربية حينما قالت للخليفة اتم الله عليك نعمته سر من الجالسون، قال والله ما فهمتم ما تقول، انها تقول اتم الله عليك نعمته لانها ان تمت تدل ان الاغيار تلاحق الخلق، هو هي تقصد هذا. اذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا اذا قيل تم، ما دام انت من الاغيار وانت مش من الاغيار انت من الاغيار. فربنا بيقول اسمعوا بقى القضيه دي، خدوها عندكم فيلي، لله ما في السماوات وما في الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طب تبدوا ما في أنفسكم أي تصيرون الوجدانيات النفسية إلى نزوعات عملية، طب وتخفوه ما صيروهاش إلى نزوعات عملية. أما أنك لا، مش كل حاجة لها نزوع عملي. الحب ده قد تحب ولكن ما عندكش نزوع تعمله عشان تدل على انك محترف حبك، طب يحقد اذا ففيه اعمال تستقر في الايه تستقر في القلوب. ولكن هل يؤاخذ الله بما استقر في النفوس؟ يقول لك اهديا بقى عايز دقة، لان حتى بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوا فيها موقفا ابكى بعضه. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما سمع هذه الآية قال لئن آخذنا الله على ما أخفينا في نفوسنا لنهلكا، وبكى حتى سمع نشيجه بالبكاء.
فبلغ ذلك ابن عباس فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن، لقد وجد إخوانه المسلمون مثل ما وجد من هذه الآية، ولكن ليعلم أن النوازع النفس كتير، فيه شيء اسمه هاجس وفيه خاطر وفيه حديث نفس وفيه هم وفيه عزم. كم حالة؟ خمسة. فيه ايه؟ الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم، كل الاربعة الاولانيين مفيهاش حاجة، انما هي بقى الاخرانية بتاعت القصد دي. طب ايه الهاجس؟ الهاجس الخطرة تخطر نقطة واحدة، الخاطر يخطر يمشي شوية فيه، حديث النفس تقعد تردد فيه. يبقى أول حاجة الهاجس نقطة واحدة كده وتنتهي، الخاطر يبقى خط مستطيل شوية، النقطة تيجي فرحة، حديث النفس بقى يروح وإيه يروح ويجي، الهم استجماع الوسائل كده يعني ما عملش ليه ليه، ما عملش القصد، يبقى وصلت إلى الإيه؟ للنهاية. يبقى القصد هو المطلوب. ولذلك الآية دي وقف فيها كثير من العلماء، يا ترى هل الآية دي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها التي ستأتي أنسقت هذه الآية؟ قال لك ده دي خبر، والأخبار لا تنسخ إنما تنسخ الأحكام، ده مش نسخ، امال ايه؟ ده بين لهم وجه الفهم في الآية، وفيه فرق بين النسخ وبين وجه الفهم في الآية. يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بينت أن هناك أشياء تدخل في الوسع وأشياء لا تدخل في الوسع، وإلى حديث